And so an early free kick and unmarked and a goal. باتت الإمارات ثالث دولة عربية وخليجية بعد الكويت وقطر تستضيف بطولة كأس الأمم الآسيوية عندما نظمت النسخة 11 عام 1996. التطور المذهل الذي بلغته كرة القدم في منطقة الخليج العربي كانت سببا إضافيا في اختيار الإمارات إلى جانب مقومات نجاح استضافة المناسبات الرياضية الكبيرة. البطولة 11 شهدت حدثا كبيرا بعودة المنتخب الكويتي للمشاركة بعد تغيبه عن نسخة هيروشيما عام 92 مدعما بتشكيلة شبابية جديدة يقودها المدرب تشيكي ميلان ماتشالا. الحضور العربي تعزز بالمنتخب العراقي الذي عاد للمشاركة في النهائيات بعد تغيب دام 20 عاما، إضافة إلى المنتخب السوري الذي أقصى نظيره العنبي القطري في التصفيات التأهيلية. المنتخب الكوري الجنوبي بطل أولى نسختين في المسابقة، تخطى بدوره آثار عدم مشاركته في البطولة الأخيرة وسافر إلى الإمارات رافعا شعار استعادة البريق والفوز باللقب الثالث. منتخب أوزبكستان سجل حضوره الأول في المسابقة الآسيوية بعد تفتت الاتحاد السوفيتي، كذلك منتخب اندونيسيا الذي حقق مفاجأة كبيرة في التصفيات ببلوغه النهائيات. رفع الاتحاد الآسيوي عدد المنتخبات المشاركة من 10 إلى 12 على أن يتأهل الأول والثاني وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث إلى دور ربع النهائي، في خطوة إيجابية ترفع من مستوى التنافس خلال المباريات. قرر الاتحاد الآسيوي أيضا منح المنتخب الفائز في دور المجموعات 3 نقاط بدلا من نقطتين، فضلا عن تطبيق قاعدة الهدف الذهبي بداية من الدور ربع النهائي. حددت اللجنة المنظمة 3 مدن إماراتية لاستضافة منافسات البطولة، وهي العاصمة أبو ظبي التي احتضنت المجموعة الأولى بمشاركة منتخبات الإمارات والكويت وكوريا الجنوبية وأندونيسيا. مدينة دبي استضافت منتخبات المجموعة الثانية السعودية والعراق وإيران وتايلاند، بينما ضمت المجموعة الثالثة التي أقيمت مبارياتها في مدينة العين منتخبات اليابان حامل اللقب والصين وسوريا وأوزبكستان. التقى المنتخبان الإماراتي والكوري الجنوبي في المباراة الافتتاحية، وكان اختبارا صعبا في مواجهة منتخب خبير ومتمرس تمكن من التقدم بهدف مبكر سجله هيونغ سون هونغ. استوعب الإماراتيون الصدمة وهاجموا بكثافة حتى أدرك خميس مبارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول. في المباراة الثانية تفاجأ المنتخب الكويتي بقوة نظيره الإندونيسي المغمور الذي تقدم في الشوط الأول بهدفي يوترو ووابيا. ضغط الكويتيون في الشوط الثاني وقلصوا الفارق في الدقائق الأخيرة بواسطة هاني الصقر، ثم سجل بدر حجي هدف التعادل من ركلة جزاء.
لم تكن النتيجة التعادلية في صالح المنتخب الكويتي أمام أضعف منتخبات البطولة، وكان مطالبا بتحسين موقفه في مباراته الثانية أمام نظيره الإماراتي. خاض المنتخبان مباراة للذكرى، فرض فيها الأزرق سيطرته المطلقة على الشوط الأول وتقدم بهدفين لمهاجمي الصاعد جاسم الهويدي. انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني وجاء ردهم حاسما ودراماتيكيا بتسجيلهم 3 أهداف عبر حسن سعيد وعدنان الطلياني وبخيت سعد. الإثارة كانت حاضرة أيضا في مباراة المنتخبين الكوري الجنوبي والأندونيسي، وتمكن فيها الكوريون بقيادة نجمهم البارز هيونغ سون هون من تحقيق الأفضلية ب4 أهداف مقابل هدفين. في الجولة الثالثة الحاسمة ضمن المنتخب الإماراتي صدارة المجموعة وبلوغ الدور ربع النهائي بفوزه على أندونيسيا بهدفي حسن سعيد وعدنان الطلياني. قدم الأزرق الكويتي مباراة من ذكريات الزمن الجميل أمام نظيره الكوري الجنوبي أحد المرشحين للمنافسة على اللقب. سجل جاسم الهويدي الهدف الأول وأضاف بشار عبد الله الهدف الثاني، فاحتل الكويتيون وصافة المجموعة وتأهلوا مع كوريا كأفضل ثالث إلى الدور ربع النهائي. في المجموعة الثانية قاد الرباعي خالد التيماوي وفهد المهلل وخالد مسعد وسامي الجابر المنتخب السعودي إلى انتصار كاسح على تايلاند بسداسية نظيفة. اللقاء الجماهيري الحاشد بين المنتخبين العراقي والإيراني تميز بالحماسة والندية، واستطاع خلاله العراقيون التقدم بهدفي حسام ناجي ووائل صبار. محاولات الإيرانيين لم تسفر سوى عن تسجيل هدف واحد وقع عليه علي داعي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وكانت انطلاقة رائعة للعراقيين في البطولة. في الجولة الثانية حسم السعوديون تأهلهم مبكرا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهم على العراق بهدف فهد المهلل في الشوط الأول. متسلحا بتاريخه الناصع في المسابقة، أظهر المنتخب الإيراني في المواجهة المصيرية التي خاضها أمام نظره تايلاندي شخصيته الحقيقية، وتمكن من تحقيق فوز صريح ب3 أهداف مقابل هدف واحد. نعيم سعداوي افتتح التسجيل في الشوط الأول، وعزز ميناواند وعلي داعي التقدم بهدفين جديدين في الشوط الثاني، فيما اكتفى التايلانديون بهدف وحيد سجله سينام وانغ. في الجولة الثالثة الحاسمة انتزع المنتخب الإيراني صدارة المجموعة وبطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهذا بعد الانتصار الكبير الذي حققه على نظيره السعودي ب3 أهداف دون رد. العملاق علي داعي سجل الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف كريم باقري الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي بداية الشوط الثاني توج خوداداد عزيزي لمحته الفنية الرائعة بتسجيله الهدف الثالث والأجمل في البطولة. ثالث المتأهلين إلى الدور ربع النهائي عن هذه المجموعة كان المنتخب العراقي الفائز على نظره التايلاندي ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وهذا بفضل براعة الثنائي حيدر مجيد وليث حسين. إلى المجموعة الثالثة التي انطلقت بمواجهة صعبة خاضها حامل اللقب المنتخب الياباني أمام نظره السوري الذي تقدم في بداية الشوط الأول بهدف نادر جوخدار. بقي السوريون صامدون حتى الدقائق 5 الأخيرة عندما منح قلب دفاعهم طارق جبان التعادل لليابانيين بكرة رأسية عكسية،
فانهارت معنوياتهم وتلقت شباك حارسهم هدفا حاسما سجله تاكاغي. ثاني المواجهات جمعت المنتخب الصيني بالضيف الجديد منتخب أوزبكستان الذي قدم نفسه بشكل جيد وحقق انتصاره الأول في النهائيات بهدفي شيكفيرين وأوليغ شاتسكيخ. فرحة الأوزبكيين بالفوز على الصين لم تدم طويلا بعد تعرضهم لهزيمة ثقيلة في مباراتهم الثانية أمام اليابان برباعية نظيفة، وهذا بفضل تألق الثلاثية نانامي وميورا وميازونو. الفوز الثاني لمنتخب الساموراي وبلوغه الدور ربع النهائي صب في صالح جاره اللدود المنتخب الصيني الذي حقق فوزا ساحقا على ناظره السوري بثلاثية مينجيو وفينغ ولي بينغ. قبل انطلاقة الجولة الحاسمة كان منتخب أوزبكستان مرشحا قويا لمرافقة اليابان إلى ربع النهائي، لكنه تأخر مطلع الشوط الثاني أمام ناظره السوري بهدف نادر جوخدار. أحيا لبيدييف آمال الأوزبكيين بتسجيله هدف التعادل قبل أن يقضي علي الشيخ ديب على تلك الآمال بتسجيله هدف الفوز للمنتخب السوري. انتصار السوريين لم يضمن لهم التأهل، ففارق الأهداف وقف إلى جانب المنتخب الصيني الذي أكمل عقد المنتخبات المتأهلة بالرغم من هزيمته أمام اليابان بهدف الدقيقة الأخيرة لناوكي سوما. استهل المنتخب الإماراتي منافسة دور ربع النهائي بفوز صعب حققه على ناظره العراقي. انتظر أصحاب الضيافة حتى الدقيقة 13 من الشوط الإضافي الأول ليسجل عبد الرحمن إبراهيم هدف الفوز من ركلة حرة، وكان أول هدف ذهبي تشهده بطولة كأس أمم آسيا. في المباراة الثانية قدم الأزرق الكويتي مباراة العمر أمام ناظره الياباني وجرده من اللقب القاري بفوزه عليه بهدفي المتألق جاسم الهويدي. قمة المواجهات في هذا الدور التقى فيها المنتخبان الإيراني والكوري الجنوبية، وجاءت قوية ومثيرة استهلها كيم دون هون بتسجيل هدف التقدم للكوريين. كريم باقري تمكن من معادلة النتيجة للمنتخب الإيراني في الدقيقة 31، رد عليه يونغ بعد 4 دقائق بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الكوري. في الجولة الثانية من اللقاء فرض المنتخب الإيراني التعادل مجددا عبر خوداداد عزيزي، ثم طبع علي داعي الدقائق المتبقية بطابعه الخاص. سجل داعي 4 أهداف تاريخية عادل فيها الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه بهداش فريبة أمام بنغلاديش في بطولة عام 80 بالكويت. انتظر الإيرانيون نتيجة المباراة 4 والأخيرة بين المنتخبين السعودي والصيني للتعرف على خصمهم في الدور نصف النهائي. افتتح لاعب التنين الصيني المجريات المثيرة للمباراة بتسجيلهم هدف التقدم بواسطة زي هانغ، وأضاف بينغ هدفا ثانيا. أدرك المدرب البرتغالي لويس فينغادا خطورة الموقف وقرر إشراك يوسف الثنيان الذي نجح من أول لمسة في تقليص الفارق. هدف الإنقاذ ألهب حماسة السعوديين الذين ضربوا طوقا حول منطقة الجزاء الصينية، وتمكن سامي الجابر من إدراك التعادل، ثم أنهى فهد المهلل أحداث الشوط الأول بهدف سعودي ثالث. في الشوط الثاني تألق ثنيان مجددا وقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع للمنتخب السعودي الذي ضمن بلوغ المربع الذهبي رغم تسجيل زي هانغ الهدف الثالث للمنتخب الصيني. وصلت البطولة إلى محطتها ما قبل الأخيرة بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي،
كانت الأولى بين الإمارات والكويت، وهي الثانية بعد لقاء الدور الأول الذي حسمه أصحاب الأرض لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. تألق الحارس الإماراتي محسن مصبح بالتصدي لرأسية المدافع الكويتي جمال مبارك، فارضا التعادل السلبي حتى منتصف الشوط الثاني، عندما سجل حسن سعيد هدف الفوز بكرة رأسية مماثلة كانت كافية لبلوغ المباراة النهائية. المواجهة الثانية بين المنتخبين السعودي والإيراني كانت أيضا إعادة للقاء الدور الأول الذي انتهى لصالح الإيرانيين بثلاثية نظيفة، كما كانت إعادة للمواجهة الشهيرة التي جمعت المنتخبين في الدور ذاته لبطولة عام 84، وكانت الغلبة للسعوديين بواسطة ركلات الترجيح. تكرر المشهد وحضرت ركلات الترجيح مجددا لتمنح الأخضر الضوء الأخضر لبلوغ النهائي الرابع تواليا، محققا إنجازا غير مسبوق في تاريخ البطولة. افتقدت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الكويتي والإيراني إلى الأداء الحماسي بسبب تبدد حلم الطرفين ببلوغ المباراة النهائية. سجل أحد أبرز نجوم البطولة جاسم الهويدي هدف التقدم للكويت، وأدرك الإيرانيون التعادل بواسطة علي داعي الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف وأحرز لقب هداف البطولة. لجأ المنتخبان إلى قاعدة ركلات الترجيح لحسم النتيجة، فسجلت الكويت ركلتين فقط مقابل 3 لإيران التي أحرزت الميدالية البرونزية. في 21 من ديسمبر عام 96 أقيمت أول مواجهة عربية وخليجية خليجية في النهائي بقيادة الحكم الماليزي محمد ناصري. لعب المنتخب الإماراتي للفوز منذ البداية، وأبدع الحارس السعودي محمد الدعيع في التصدي لكرة عدنان الطلياني الأخطر في الشوط الأول. سوء الطالع كان ملازما للطلياني وحرمه من تسجيل أغلى هدف في مسيرته، عندما تابع كرة زهير بخيت بتسديدة متسرعة ضلت طريقها نحو الشباك المشرعة. أيقن السعوديون بعد فرصتي الطلياني أن الفوز بالكأس بات ممكنا، وتخطوا بنجاح مشكلة طرد ظهيرهم الأيسر حسين عبد الغني بالبطاقة الصفراء الثانية. قبل نهاية الوقت الأصلي كادت الكرة اليسارية الهائلة التي أطلقها خالد مسعد أن تحسم النتيجة لولا براعة الحارس الإماراتي محسن مصبح في صدها. لم يتغير إيقاع اللعب في الشوطين الإضافيين، واحتكم المنتخبان إلى ركلة الترجيح لتحديد الفائز بلقب البطولة 11، وكما فعل شقيقه الأكبر عبد الله في نهائي بطولة عام 88 أمام كوريا الجنوبية. تألق الحارس محمد الدعيع بالتصدي لركلة يوسف حسين وناب عنه القائم في التصدي لركلة حسن سعيد. لم يفوت خالد مسعد الفرصة وانبرى للركلة الحاسمة مسددا الكرة بذكاء في المرمى الإماراتي، وأهدى المنتخب السعودي لقبه 3 في المسابقة معادلا رقم ناظره الإيراني القياسي، ومتوجا من جديد بطلاً للقارة الآسيوية.